قلت لي انا هسمع لك حاجه يا نهال انا فاكراها قوي مع احمد زكي رحمه الله عليه. احمد زكي؟ في استاكوزا. قلت لك اخر فيلم؟ اخر فيلم استاكوزا، كنت الفرنسويه اللي بعالجه في البانيو. طبعا مش هقول لك، لو تفتكري هتعرفي كنت بعالجه ازاي. ايوه. وده كان انتاج انتاج برضه مصري، مصريين معروفين يعني. واخر حسين الامام ورغده. بالظبط كده، كان اول فيلم الرغده في مصر. ليه هي كانت مثلت من قبل كده؟ لا ما هي مثلتش في بلدها سوريا. عظيم. واخر مسرحيه لنور الشريف كانت بطولتي معاه على المسرح القومي، ولفينا بيها لتنشيط السياحه، بس كنت كبرت بقى يعني، كنت دخلت الثلاثينات. عظيم. ف شفتي احمد زكي عن قرب كان عامل ايه؟ بصي احمد زكي كان حدوته مصريه جميله، لانه تربى يتيم، الام والاب زي ابنه، زي ابنه اللي برضه بدا في التمثيل او الاخراج. اي ما اشتغلتش معاه، لكن كنت ما بشوف. رحمه الله، ما هو رحمه الله وانا موجوده، وزي ما تقولي هو اتربى زي ابوه، وكان يعني نفس احمد كان حنين على اخواته اللي اتربى معاهم. برضه هيثم نفس الرحله، كربون اتربى مع اخواته اللي مش اخواته، لكن كان في حنان ابوه، كانت رحلته صغيره زي ابوه. كان بيعمل ايه؟ كان عامل ازاي في لوكيشن التصوير احمد زكي رحمه الله عليه؟ زي ما تقولي كان بياخد من السما الروح الطيبه والروح الجميله، فما تحسيش انه لا يتيم ولا زعلان انه يتيم، وانه حابب الحياه، فبينشر الحياه لكل الكاستنج اللي كان معاه. عظيم. شفتي رغده في بدايتها؟ في بدايتها في مصر كانت عامله ايه بقى؟ كانت عامله حدوته مصريه. اصلها كمان كانت الفيلم كان مع البطله الجميله ليلى طاهر. الله. فكانت بتستمد روحها من ليلى طاهر، وكلنا دي محظوظه كنا بنستمد روحنا من ليلى طاهر. طبعا ليلى طاهر مش جيلنا، لكن هي برضو كانت بتنصر المحبه في المجال كله. ونيس 5 اجزاء. انا ونيس كنت ختمت دوري في الجزء الرابع، وكان صبحي بيدربني بره الحلقات ان يترعب مني وعامل لي الشخصيه الاب نورمال، فكل ما اعمل له كده ولا اشخط له بالطريقه اللي هو معلمها يعني، فكان يترعب. فالله يرحمها سعاد نصر، الله يرحمها، كانت معايا في الاجزاء كلها. وكنت ختمت في الجزء في الحلقه الرابع. الجزء الرابع فجت لي البيت معاها لوحه فيها ايه قبل ما تدخل المستشفى وتتوفى، قالت لي صبحي رجعت للجزء الخامس. انا ختمت مش عارفه. ورجعت في الجزء الخامس. وانت ختمتي؟ لا ما انا كنت ختمت في الرابع، عمل لي حاجه وهي اللي قالتها لي الله يرحمها، وجابت لي وكانت بتعمل ريجيم، فجابت لي لوحه فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية الكرسي ومعموله بالسرمه، فقالت لي كانك ما تعرفيش لان صبح هيزعل مني، لان انا حضرت بقول انا هختم بفادي عكاشة، فكانك ما تعرفيش لان محدش كان موجود الا انا، وجابت لي اللوحه ديت. فزي ما تقولي ان هي دخلت عشان تعمل ريجيم، فزي ما تقولي ان ربنا عشان اذكرها بالخير في كل وقتي، وحطيت اللوحه دي عندي، فبقيت اقرا لها لكل لحظه في حياتي في شقتي، لان جت اهديتني دي.